الواضح انه ما في جنازة ريس. حتى جثة ما في، ما في لا جنازة ولا شيء. وينه يا شريك؟ احترق وصار رماد يا تيبي. اوف اوف، بالحياة التانية كمان رح يصير هيك. ليش انت شو عرفك بالحياة التانية؟ لانه اكيد ما منروح على الجنة. طلع بمنظرك، طلع اندر. شو عم تساوي هون ولسه مانك صحيان؟ يا موت وروح على الجنة، يا روح واندفس بالمشفى. لا تيبي انا اسف، ما كنت بقصدك الك، لا تواخذني. اخ انت ما دخلك، خلص. رئيس، رجعت استلمت زعامة الطاولة مثل الأول؟ زعامة شو هي يا صهر؟ بده يصير رستوم زعيمة بقى، شلون بدي استلم؟ لا تواخذني يا شريك، نحن مستحيل نعترف على زعامة غير زعامتك أنت. هذا المزبوط. رئيس، أنا بصراحة ماني قدران اقتناع أنه أونال قتلوا لأخوك. طيب لو كان العكس، كان أونال رح يستسلم هيك؟ أنا هيك كان قصدي تماماً. هذا الزلمة كيف استسلم للموت؟ صهري سأل سؤال صح يا شريك. هلأ نحن كيف بدنا نعرف أنه رستوم قتلوا لأخوك من وقتها وهرب على أمريكا بعدين؟ شو خطر لك تيبي آغا؟ الزلمة مقوص ومو ميت، ومن الواضح اللي قوصوا أمه كان أخوك أو أونال. طالما أونال عايش لحد هذا اليوم، معناها هو قتل أخوك لحتى ينتقم كمان. إذا هيك كان قلب أصلان قتل عوني فورا. وقتها كيف كنا رح نعرف إذا رستم عايش أو لا؟ يلي فهمته أنه قلب أصلان قوص أونال بدل عوني لهالسبب. أنا اليوم قتلت شي حدا؟ قتلته. أنا ما كنت، لهيك سألت رئيس. ما قتلت، سألوا يلي قوص. نسأله لقلب أصلا؟ عن جد وينه هو؟ ليكو عند خاله. قلعته رئيس؟ إذا قلعته بيقتلوه بنفس اللحظة، لو علي بقلعه أكتر كمان. ليش بدك تقلعه رئيس؟ والله أنا أجيت لهون خصوصي مشان بارك له. لو شفته كنت بدي قله قوم لناكل كباب. يعني بالنتيجة هو قتل أونال، وانت بس يجي أخوه لعوني رح تقتله كمان ونخلص. مزبوط رئيس؟ ليش أنا من إمتى بخبركم بالشي اللي بدي أعمله؟ خبرنا هلأ يا شريك. قلتلكن من الأول إنه الرئيس عم يخبي شي عنا، لا تضغطوا عليه، شكله مو حابب يكذب علينا. بقدر أكذب عليكم بس ما في شي حتى ينحكى. قلب أصلان هو قوصه، ومن بعدها طلع لنا أخوه لعوني. خلاص اسمحوله للزلمة يجي ويقعد معنا على الطاولة، واسألوه كل اللي ببالكن وهو رح يجاوبكن. طالما أونال ما عاد موجود، وطالما ما عاد إلي كلمة على ابن أخي، فما إلي شغل بهي الطاولة، وإنتوا التفتوا لشغلكن. أو أنت شو رح تساوي يا ريس؟ بقطف بندق وبشوي كستنا وهبي. ظفر، في شي لفت انتباهك؟ نوب، كل شي هون تمام. بشكرك. هذا زلمة مين؟ معلم فخري. بنوثق فيه يعني؟ يعني هلأ صرنا نسأل ابن أخي بمين بدنا نوثق وبمين لا. قصدك عسوزي يا عمي؟ أنا كنت عم قاوم وعلى أساس ما أحكي. سوزي شو عم تساوي؟ دريت برستم وبعدها خبرتنا، ونحن عم نعمل خطتنا على هالأساس، وعم ندعي موته لأونال. ليش؟ لحتى يجي رستم لعنا صح؟ هالبنت بعد ما عملت كل هالشي CIA رح تخليها عايشة؟ هي ما عم تضرب بشركتها؟
طيب ليش ما بتسأل عمي؟ ايه مشان بين قدامها مثل الأهبل. أنا عم أحكي مشان مصلحتها، مفهوم؟ ايه يعني أنا شو إلي علاقة بشركتهم؟ ولا شيء. بالنتيجة هاي الشركة بالنسبة لنا عدوة. الياس، سمعت انك ما عم تتحمل غيابي لهيك اجيت فورا. هذا البيت مو إلي، معناها انت مو جاي لعندي. بس طالما اجيتي اهلين فيكي. اهلين فيك. اما انت لك وحشه. كيفك سوزي؟ كتير متحمسه. صح صار لي سنين بهذا الشغل، بس لاول مره الادرينالين بيضرب عندي لهالدرجه. اهلا وسهلا الياس. كيف لقيت لي الموت يا ترى يا أونال بيك؟ أحسن بكتير من العيشة اللي عايشها الياس. تعود غيران منك. يعني كنتي بتفضلي لو غرت منك يا جيلان خانوم؟ أونال، مو على أساس كنت وعدني ما تتقرب من الست جيلان؟ شو معنات الحكي؟ كأنكن عم تحملوا كتير شغلات لواحد ميت. تفضل يا بروتوس، تعال. كيفك؟ ممتاز؟ ايه كنت منيح ونالبك، لدرجة انه يلمز كان رح يقتلني. اها، هذا الجزء شاغل بالي. للحظة وانا بالارض فتحت عيوني شوي، لاني كنت حابب شوف يلمز كيف عم يتصرف. اتركونا منه ليلمز وحكولي عوني شو عمل. مسح الصبغة اللي على وشه فورا. أخذت المحرمة؟ أخذتها، مثل ما قلتي كان رح يضبها بالجيبة. قلت له ممكن أخذها. شوفي يا سوزي، شوفي الاستخبارات هون. على سيرة الاستخبارات، شو عمل زلمتي أنا؟ قال عنه لقلب أصلان زلمتي، وكمان بده يقعده لرستم على الطاولة. أهلا وسهلا. أهلين خالي. إيه عملتوا خطتكم الجديدة؟ أنا أعتبر من العيلة هلأ وفيكم تحكوا قدامي. نحن متعودين عليك بالطرف الثاني أونال بيك، لهيك خلي الكل بمحله. يعني لا تنسى موتك لفترة مؤقتة. لا تقلق يا نوزات، بالنهاية أنا ما رح أبقى كل حياتي ميت. تفضلوا من هون. بشرفني وكتير طالما الطاولة إلكن. ايه شو الاخبار نوزت؟ رستم وعوني حكوا مع بعضهم، ورستم مخبره لعوني انه سوزي طلعت من امريكا. معقول عرفوا بهالسرعة؟ كان بدي بسرعة يعرفوا. وفي احتمال يطلبوا لقاء معكم.
لحتى يباركوا لنا؟ هن بدهم يختبروا ارتباطك فيهم. شو رح يطلبوا؟ بيطلبوني إلي. بعد اللقاء مع عوني بتروح بتخبره لعمك خضر بالقصة، أحكي له تفاصيل. هلأ باقي الخطة مع خضر. بصراحة بكرة حط أي خطة بالتشارك مع خضر، لأنه ما حدا بيعرف شو في بعدها. عوني بعت لي رسالة هلأ، بدنا نروح على الأوتيل يا قلب أصلان. منروح خالتي. ايه سيد سركان، عندي شغل وكنت طالع. اللي في شي مهم؟ لأنه مهم كتير بالنسبة إلك جيت لعندك. سوزي في إلى دخول على اسطنبول، وطبعا عم تراقبوها. ما قدرنا، فاتت بجواز سفر تاني وصفتها مختلفة تماما عن قبل. بتكون ببيته لأونال. في إلي زلمة هنيك مو موجود بالبيت غير يلمز. طيب وكيف طلعت من المطار؟ حدا أخذها ولا ركب التاكسي؟ ما في تسجيل بالمرة؟ هي طلعت بالتاكسي وغيرتها كذا مرة، لذلك ما قدرنا أنه نتبعها. لساتكن مراقبين خط الياس مو هيك؟ مراقبينه، بس قبل نص ساعة انقطعت الإشارة. معناها أكيد مع بعضهم. أنا رح أعرف مكان الياس وسوزي. نوزت شلون كان بده يوصل له لعوني معلومات المطار المتعلقة فيني؟ بالحقيقة كان رح يخدع ساركان ويفرجي تسجيلات مفبركة من كاميرات المراقبة. طبعا أنت أدرى بهالشي، هذا شغلك مو؟ ايه بعرف هالشي، بس ساركان ما رح يعرف إنها كانت مزيفة، مزبوط؟ طيب ليش فتي بهيك مخاطرة؟ بتعرفي حالك ممكن تموتي. مزبوط. ليش يعني ليش؟ معقول كرمال أونال؟ أو حتى كرمالنا بتخاطري بحالك؟ شغلي بالأساس هو إني خاطر بحالي. عم تحاولي تعملي خطط لحالك؟ إيه طبعاً. لا، التزمي بالخطة تبعنا. كمان هالخطة بشوفها شغل، لأنه أنا لازم أربح فيها. بس إذا كنت عم تسألني عن الجزء اللي بخصها. ما سألتك. طيب إذا سألت شو رح تجاوبي؟ رح تكون أجمل مخاطرة بفوت فيها. وليش يعني؟ بلكي أنا بقدر موت بين إيديك وقتها. ليش بدك تموتي بين إيدي؟ أنا مو قدران أتحمل يلي عم عيشه بنوب، مو ناقصني أنا. شو هالشي اللي مانك قدران تتحمله؟ شغلة الطلاق وهيك. لا فوق أنت. قصدك أنه قدرت أطلع فوق موضوع الطلاق بالأهمية يعني؟ هالموضوع ما بيتقارن أبداً.
شو الموضوع؟ هذا الشيء طبيعي. لنفرض أنا وأنتي ما متنا وكل شيء مشي طبيعي كمان، وأعدائنا كلياتهم خسروا، نحن يلي ربحنا، شو رح يصير؟ ها؟ أنا وأنتي وين رح نكون من هذا الربح؟ يعني بفهم منك إنه عم تسألني إذا كنت بقياني أو رايحة؟ مثلاً شغل شركتك الوسخ ما بيخلص، وبكرة إذا قالوا لك روحي على أفغانستان طبعاً بتروحي فوراً. أنت على شو ناوية؟ شو عم تحاولي تعملي لما بتقعدي كل الوقت قريبة مني، ولما بتحكي معي من دون رسميات؟ لوين بدك تكوني عم تحاولي توصلي؟ العلاقة تعني لي التضحية يا الياس، فإذا أنا وافقت على دخولك كل يوم بمصيبة شكل بالشغل وعلى مواجهتك للموت بكل لحظة، فهمان علي ما هيك؟ وانت بنفس الوقت وافقت على شغلي، هالشي بيكون تضحية متبادلة. قلتي لي تضحية، انا لحد اليوم ضحيت بما فيه الكفاية، ومثل مو شايفة ما حصلت غير على الحزن. شو عملت مشاني؟ شو حكينا هلا؟ كل الأسئلة اللي موجودة جوا فهمانتها، متخيلة بشو عم تفكر. وبعرف كل الأجوبة، بس هي حياتي مو حياتك. اليوم معك، بس بكرة بكون مين بيعرف وين رح كون بكرة ومع مين بكون؟ شو هالتخبيص؟ شو يعني مع مين بكون؟ فهمني انت ليش عم تعصب؟ لما بقلك انه كان في حدا بحياتي او ممكن انا مع الايام التقي بحدا وحبه، شو مشكلتك؟ عنا ما في هالقصص بنوب، ما في قبلهم ولا مسموح بعدهم. فهمت، مشان ما عاد تزعل. ما أنا بوقتها فكرت إنه لساتك مرتبط ولهيك زعلت كتير. ليش لحتى تزعلي يعني؟ أنا بكل الماضي تبعي ما ساويت شي غلط. خالتي كم سلاح في معك؟ ما معي غيرك.
وبرأيي هذا كافي لأربح هاي الحرب. حبيبة قلبي. أنت حبيب قلبي يا قلب أصلاً، الله يخلي لي إياك. خالتي، ندنتي شي مرة بعمرك؟ على شو؟ حياتك مو سهلة بنو. عمي خضر، خضر علي، خالي، حتى أنا. إيه شو بيعرفني يعني؟ قصدي بخصوص كل هدول. المواضيع اللي بتتعلق فيكم ماني ندمانة عليها، وحتى مشان موضوع مريم. خالتي عم أسألك عن جد. وأنا كمان عم جاوب على سؤالك عن جد. خضر لو كان من زمان تزوجني بدال مريم لكنتو هلأ كلياتكم ميتين. ما كان ضل ولا بلوة ما فوتتكم فيها. طلع بهالبلوة اللي دخلتك فيها. شلون يعني أنت اللي دخلتيني فيها؟ الخالي الطبيعية بتنبهك أنه لا تحكي مع هاد، انتبه من هاد، هيك يعني. يا خالتي الغير طبيعية، ومشان هيك أنا بحبك. ما بدنا نروح على بيت خضر بعد ما نخلص من عوني؟ أكيد. شو رأيك؟ افتح موضوعي أنا وأونال قدامه لخضر وآخذ رأيه. موضوع شو أنتي وأونال؟ يعني قصدي موضوع زواجه مني مثلا. خالتي معلش ما تحكي شغلات تافهة. أنا صح قوصته مرة، بس هالمرة أكيد بدي موته. أنتوا كتير طبيعيين مو هيك؟ وأنا اللي مو طبيعية؟ برأيك هذا شيء طبيعي؟ يلي صار واللي مات ماله حل يا ستي. ما في حكي عن اللي مات، بس اللي صار دائما بيكون له حل. وانتو ما لازم تقولوا لقلب أصلان لا تساوي هيك ولا تتصرف هيك. خلص خليه يقوس على مين ما بده وبنص راسه مشان يموت فورا. ستي حبيبتي، أنا فيني قلك كتير شغلات، بس ما بقدر. بس ستي أنا بقدر أوعدك إنه كل شي رح يتحسن. أنا مو قدرانة إني أفهم يعني شلون كل شي رح يتحسن. راح وأخد أمه ودفنها بمقبرة عيلة كبلان، وهلأ ناوي يروح يدفن أونال كابلان بجنبها؟ لا ما في دفن ستي. كيف يعني ما في دفن؟ شو ناويين طعموه للسمك؟ يلا جهز الأكل. وأنا مو جاهزة. صحيح وين خضر؟ قاعد مع زينب وعمر. برأيي لا يقعد معهم أحسن، مشان ما يطلعوا مثل إخواتهم. ستي انتو كلكن هيك مكولكين. عدنان شو عم بتساوي؟ عم حضر حالي لانه الريس بده يطلع، يعني بركة اخدني معه. لازم تعرف انك عمود هاد البيت عدنان، انت عمود بيتي. معقول ابعتك لأي مطرح؟ لطفية زودتيها كتير. يلا خلص قبل ما يبرد الأكل. وين كنتي بوقت الأكل انت؟ كنت عم باخذ له أكلاته. بابا اللي انت حكيت شي مع عدنان؟ عم تخفي عني شي، عم تخفي، عم تخطط وماشي حالها. بكل الأحوال رح أكمشها. والله دا أخلقي ما ضل عندك شغل تاني لحتى راكد ورا العمود تبع بيتي. الحق ابن أخوك اللي عم بيقوس على الناس. قال شو رح أكمشك يا لطفية؟ روح واهتم بأمورك واتركني أعرف اهتم بأموري. الظاهر عم يحكك جلدك يا لطفية. جربانة اتركيها تحك شوي. ايه جربانة صرت مثلكم. والله رح تجيبولي الجلطة.
انت ليش قاعد هيك مثل العروس الجديدة ومستحية؟ خالتي الكبيرة حذرت أبي إنه ما يحكي. والسبب؟ لأنه راكد ورا الخيل. إيه منيح ما وقع عنه، عقله كتير صغير وراح ضيعه كمان. تركه أخي خضر، أساساً أنت عم تخليهم يطلعوا عكتافنا، مو وقت الخيل هلأ. هاي الخيول تعبتنا وخربت لنا بيتنا. راكد ورا المصاري اللي عم يخسرها وكأنه اللي عم يربحه حلال يعني. يا سلام عليك يا رئيس. وانتو كلفوا خاطركن وربحوا مصاري حلال. كيف بدهن يربحوا مريم؟ بيعرقوا كتير وهنن عم يقوسوا، وهالشي بيصير فيه تعب. ابن عمي مو عرقان يا ستي؟ ايه احكي احكي احكي، ان شاء الله تكون حكيت لها كل شي مشان ما تضل حرقة. ما حكالي ما حكالي، قال هو منبهه. كل الأحوال مبجل عم تحكي خالتي، ليش عم تسألي؟ هاد مو موضوع بيخليني استحي يا خديجة. صح إنه الأولاد موجودين معنا، بس أونال بيك أكل نصيبه، ونحن هيك منكون أخذنا بتار المرحوم أخونا وخلصنا من الموضوع. اسمعني يا ولد، اللي أنت هلأ عم تقول عنه المرحوم أخونا كان ابني أنا. ابني اللي أنا ولدانته، وأنا اللي دفنته كمان، وأنتوا ببساطة أجيتوا حولتوا تارو على كيفكن ومزاجكن. مين بتكونوا أنتوا لحتى تتجرأوا تفسدوا حساباتي مع خصمي؟ أمي أنتي كل همك أنه ما تنفسد حساباتك، مو هيك؟ أنت مين مفكر حالك لحتى تتجرأ وتفسد حساباتي مع هذا الطرف؟ أنا ما بتجرأ أفسد لك حساباتك يا أمي، بس بالنهاية أنا ابنك، بعمل خطط لبكرة مو أكتر. إيه خير ما عم تعمل. هاي هون في 3 أولاد، وهداك الله أعلم وينه. خليك عم تعمل حسابات قصيرة المدى. كانت بلوس أنجلوس ستي، تحاكينا وهي منيحة. خضر علي، انت مع مين حكيت؟ مع نازلي. مع امه ليونس سليم، ماما مريم. كل فترة عم احكي واتطمن عن وضع اخي سليم. برافو عليك، بالنهاية هو اخوك. انت لو قلت لها عن نازلي بتعرف شو كان صار؟ كنت رح اوصك واوص حالي كمان، او كانت مريم بتقوصني وبعدها اكيد رح تقوصك. انتبه انتبه، عمل حسابات صغيرة وللغيرة كمان، وعمل حسابات مشان القتل. اخ، انت طلب لي صورة لحفيدي وبدي تبعت لي اياها على هاتف لطفية. يا ستي، هذا الشي رح قوله لأمي. أمك بتعرف كل شي يا عمري، بس بعطيهم فرصة مشان يحكوا من وراي وهنن مرتاحين. طالما أنتي بتعرفي كل شي، وينو حفيدي قلب أصلا؟ قال بده يجي أمي. مين قال؟ خالته قالت. هو بدي يجي لهم مع خالته؟ ايه طبعا ستي. والياس وينه؟ هداك بيكون مع سوزي. شو بتقصد؟ يعني هديك رجعت؟ ايه احكي احكي، لا تخليها بقلبك لانه بتصير هم جواتك، فبقى. بابا، نحن هون عيلة، ليش حتى نخبي؟ الشي يعني الشي اللي لازم أنا أخفيه، برأيك ممكن نحكي؟ وقت اللي بيصير شي لازم نخفيه شوي، هيك ما عم نضر العيلة.
مو منيح مشانك انك تعرف كل شي عمر. هاي المواضيع ما بتهمك ولا رح تهمك، بتمنى انك تكون عم تفهم علي. وأخوك كيف استقبل هذا الوضع؟ هو ما بيحبه لأونال، بس طبعاً هو كمان ما لقى الشي اللي عمله قلب أصلاً فيه صحيح. وكمان وقت قلت له إنه ما رح يكون لكم ردة فعل، وإنه قلب أصلاً ما رح يلحقه أي ضرر، وإنه هو رح يكون تحت الضمانة وبأمان، ما حكى أي شي. الحقيقة قلب أصلاً وقت اللي حط السلاح على الطاولة باتجاه أونال بيك خفت يغير رأيه. بصراحة أنا حاولت كتير مشان يفكر الكل بهالطريقة. برأيي بما أنه هنن بيكونوا عمامي ضمنت ما يتدخلوا لحتى قتلته لأونال. يعني أنت بتقصد أنه هنن بعدهم بيكرهوني؟ بلكي وقت اللي بيجي أخوكم وإذا قدم كل التفاصيل اللازمة والمتعلقة بقتل أونال لأبي المرحوم ممكن يحبوك. بس في بعض المشاكل بهذا الخصوص. مثل شو؟ سوزي رجعت لإسطنبول واحتمال هي اجت مشان تخبر أونال انه رستم عايش. اما وقت اللي رح تعرف انه أونال بيك مات رح تحب تظهر ردة فعل شخصية للموضوع. لياس اكيد بيمنع لسوزي من انها تعمل اي شيء ضد قلبي اصلا. هاي هي المشكلة جيلان خانم. نحن اذا ما منعناها لسوزي وقتها سوزي على الأكيد رح توجه سلاحها اتجاه عوني واتجاه أخوه كمان. على القليلة هيك أخي بيفكر. قال إنه ما بيرجع قبل ما تموت سوزي. هاي مشكلة السي آي اي. نحن عم نحكي عن شركة هي اللي بتقرر كيف وإمتى بدها توجه عنصر من العناصر تبعها. انتو عن جد بدكن مني انو اخدمكن؟ ليش ما عم تطلبوا هذا الشي من سوزي؟ الصداقة بين أونال بيك وسوزي صارت بتفوق الشركة بكتير. سوزي لهلأ ما بترد علي ولا بترد على مدراء. انا ما بعتقد انها رح ترد على الياس كمان، وبرأيي لساتك لحد هلأ الهدف تبعه. نحن اتفقنا على هذا الموضوع، قلب أصلا ما رح يتعرض لإذى. ما بيتعرض، مشان هيك أنا دعيتكن لهون، وهلأ لازم نطمن وضروري إنه نزيل هذا الاحتمال. طالما سوزي ما راحت لعند يلمز وما عرفت حقيقة إنه أونال تم قتله معناها موجودة هلأ مع الياس. بس ما أنا ببيت الياس كمان. أما إذا نحن قدرنا نعرف وين بيكونوا وقتها أنا بزيل مشكلة سوزي عن الوجود. طيب إذا كانت موجودة مع عمي الياس أنت كيف بدك تزيل المشكلة عن الوجود يا عوني بيك؟ أنا والياس قاعدين على نفس الطاولة بالوقت اللي عم حاول أعمل صداقة معكم، وأكيد أنا ما بأذي. أنا آسف ما بقدر ساعدكم بهذا الموضوع. سوزي مشكلتكم أنتو. ليك قلب أصلاً المشكلة مشكلتنا كلنا، بس نحن موجودين هون لحتى نتساعد بحل هالمشكلة. نحن وثقنا فيك
وسمحنا لك كمان تقتله لأونال، وهلأ أنت لازم توثق فينا وتفتح الطريق لجية رستم على اسطنبول وإدارته لهاي الطاولة. هذا الشيء مو منيح لقلب أصلان أبداً. إذا الياس بيوصل له خبر وبيعرف إنه نحن ورا العملية، ما راح يسامحه لقلب أصلان بنوب ولا حتى أنتو. ما راح يكونوا أشخاص معروفين، وهي العملية بتكون تجاه سوزي، والكل راح يعرف إنه هذا شغل الجهاز السري ومن قبل فرقة محترفة. الياس هيك رح يفكر. انتو رح تنفذوها؟ نحن بهذا النوع من الحالات منستخدم المنظمات لتنفذ المهمة. فكر بشي تاني. بشو عم تفكري؟ شو رح ألبس بالعرس؟ خالتي. تماماً، هي هي ردة الفعل اللي بدهن إياها منا. كونك بتحب شاي الأعشاب، اشتروها الأولاد. شاي البابونج، دوقوا. شكراً إلك، هاي بتفيد بشرتي. بعد كل هاي المشاكل انت لساتك عم تفكر ببشرتك أونال بيك؟ اللي بس أونال. طيب لساتك ما رديت على سؤالي. ما عم فكر ببشرتي وبس داود بيك. انهيار بشي مكان وشوية تجاعيد وتعب جسمي ما بفرح إلا أعدائي وبس. لحد هذا اليوم بعتبرك أكبر عدو إلي. ما خطيت خطوة إلا وأنا عم فكر فيك. حضرتك الغلط تبعك إنه كنت تفكر دائما بكيفية تفكيري أنا، مشان هيك وبما أنه أنت هو عدوي الأول تمام أخذت وقت طويل. بعتقد أنه بعد ما تنتهي هي الأوضاع رح نرجع أعداء من جديد. من المستحيل لاقي عدو أفضل من حضرتك داود بيك. حضرتك وأنا نفس الشيء، لأنه أنت مكرس كل حياتك لدرجة أنه بتستغني عن أي حدا وبتضحي بكل عيلتك كرمال القيم تبعك. بموضوع التضحية هاد نحن نفس الشيء. أنا مشان بلدي يكون المنتصر ضحيت كتير وفقدت أختي اللي بحبها أكتر من روحي، وفي احتمال التانية ورح أخسر أولاد إخواتي. بس ممكن تقلي أنت ليش فقدت زوجتك اللي بتحبها كتير وبنتك الغالية عليك؟ اللي ما بيعرفوني ممكن يقولوا من شان المصاري أو حتى القوة، وفي شيء اسمه تجارة، وهي كذبة بالطاولة اللي أسستها ودائما بقولها. ممكن يقولوا من شان التجارة بس ما إلها علاقة. طيب شو السبب؟ لأنه أنا بكره حدا يديرني أو أي حدا يهيني أو كون كتير صغير، وأنا بكره الحمقى
اللي بيفكروا حالهم أذكى مني ومن حضرتك يا داود بيك، وعم يحاولوا يديروا العالم كلياته. يعني مشان بلدك؟ شو علاقة بلدي؟ أونال بيك، أنا باسم بلدي عم بتحدى الكل، وأنت عم تتمرد مشان غضبك. ليش؟ ليش كل هالقد أنت غضبان؟ ها؟ مو أنت اللي عم تنهان، بلدك اللي عم تنهان. بصراحة أنا ما كان فيني أعترف قبل ما أموت، بس لا طالما أنا هلأ ميت بنكرها بعد ما عيش. وقت اللي منصير أعداء من جديد، داود بيك أنا بحبها لبلدي كتير. شو يعني رستم مانو جاي؟ واضح انه اللي وصل معلومة لسوزي وصل معلومة لرستم. طلبوا العنوان يا عمي، قالوا ما عم يفكروا يأذوه لعمي الياس ابدا. مطرح ما بيقتلوه لسوزي رح يكون الياس، شلون ما بدهم يأذوه؟ وقت اللي بيقتلوه لعمي الياس رح يضطروا يقتلونا إلنا. اصبح هدول ما عم بيصدقوكن بنوب، وانتو مبسوطين لأنهم بلعوا الطعم. هنن مفكرين انهم بيقدروا يفرقوا قلب اصلان عن عمام، وفهمتي مريم؟ مو معقول. شو اغبياء؟ عم تقولي انهم اغبياء ونحن صدقنا كذبة من 25 سنة؟ واحدة بس. لا تتدخلي بكل شيء، لا تتدخلي. لولا ابنك اللي جنبك كنت سمعتك كلمتين حلوين. إذا ما قدرنا نجيبه لرستم لهون رح ينهوه هنيك مع كل أسراره، وما رح نقدر نلاقيه مرة تانية. بعرف، بس ما رح أرمي أخي بالنار. وهو هلأ مع هديك المرأة؟ إيه، بيت المزرعة. هلأ إذا بيهجموا عليهم شو بدهم يعملوا لحالهم؟ ليش ما بتحاولوا تساعدوهم بدل ما تحكوا؟ لسه ما عطيناهم العنوان مرت عمي. ايه عطيهم العنوان. خضر كيف يعني؟ يعني يعطيهم. أكيد أنت حابب تجيب آخرتي، ما هيك؟ البنت منيحة، بتحلها هي والياس إذا حموا بعضهم. أنا كتير بكره برودة أعصابكن بهاي المواقف الصعبة. بدي أطلع لعند أمي شوي. وأنت ليش عم تحكي مثل هاي الشغلات جنب مريم؟ ما أنا متعودة. من تحت راسكن. كل هالسنين مرتي ما سمعت مثل هيك أحاديث أبدا، وخليتوها تكون وسيط بخططكن. بابا لو ما عملنا وسيط، ماما كيف رح تجي بهذا الوقت؟ يسلم لي حبيبي اللي بيحمي أمه دائما. خلي حبيبك يحمي أبوه. قوم ولا قوم. وانتو بتناموا هون لأنه هداك نايم ببيتكن. الحقيقة أني ما خبرت لمريم، أو بتروحوا بتناموا بالمزرعة أو بالحاوية أو بنام مع أونال. ما فهمت عليكي.
يعني قلت هذا الشيء بمعنى اني نام مع اونال بنفس البيت. يلا البصلان، خلينا نخلص من المصايب. وهذا اونال ما قتلناه عن كذب، بحديقتكم من ورا مندفنه على الواقف. فكرة منيحة عم. ايه منيح. لا تبالغوا، لو تعرف مريم قديش بتحبوني رح تهدم البيت على روسكم كلياتكم. امشي ولاك امشي. بالزور عم امنع حالي انزل لتحت واضربه كف على وشه لقلب اصلان. بتقليله يجي لهون احسن ما بلش ضرب فيه هو وخالته سوا. عمهلك امي، هذا بس حبي وحضني، الضرب ما بينفع معه. اللي ضربتيهم صاروا قطاع طرق على اساس لو بسهم كانوا رح يصيروا اطباء. ليش هالحكي؟ هي بستي عمر وليكو رح يصير دكتور. بنهاية الأمر تربيته منيحة. على كل حال الحمد لله. لا تضحكي، وأنتي كمان أم فهمي أني عم بيضيق صدري وعم بختنق. يا أمي أنتي ريحي بالك. مريم أنا شلون بدي أرتاح؟ لا تفكريني ححط الحق عليكي، بعرف شو جواتك، بس هذا قلب أصلاً بسببك أنتي قوسه لأنا الكبلان. طيب أمي شو علاقتي في؟ قلتي خلي أونال يتزوج جيلان وهالشي ما هان عليه. أمي ما في هيك شي، كلياتهم عم بيكذبوا، لا تخلي حدا منهم يعرف. بكفي انك تعرفي كله خطة. لا تقوليها. عم قولها لترتاحي. يا ويلون مني اللي ما خبروني. اصبح خليني روح لتحت واشرب شوية حليب، ما رح طول. امي نامي وارتاحي، لا تشغلي بالك. ليش؟ هلأ بتنزلي لعندهم وبتبوسيهم من جبينهم، لا تورجيهم انك عرفتي. تمام تمام، عملتي مني خدامة إلك. عندك ولد بده يصير طبيب، روحي روحي واهتمي فيه. أوه.